الحلقة 19، الفصل الأخير، ما أنواع الصدقات المالية وضوابطها. احنا في الباب الأخير اللي هو باب أسئلة هامة، وده الفصل الأخير، أسئلة حول الصدقات المالية وضوابطها. ما أنواع الصدقات المالية؟ إن واحد يوقف لله أو يهب لله، يدي هبة، يوقف يعني يقول الجنينة دي للوقف، يبقى الجنينة دي محدش يقدر يبيعها ويشتري منها، وجميع الثمار تطلع لله. أو واحد يعمل عمرة، عمرة يعني إيه؟ يقول له والله الشجر ده لعيلة فلان الفقراء عمرهم، وبعد كده الشجر ده يرجع لي تاني. غير الوقف، الوقف ده بقى على طول، العمرة على وقت محدد. وبعد كده الهبة، إنه يدي الشجر ده هبة الواحد تبقى بتاعته. أو العارية، إن هو يسلف الشجر ده الواحد يقعد فيه فترة وياخده تاني، يعير الحصان بتاعه الواحد، يعير البيت بتاعه الواحد. والوديعة، إنه يشيل والناس تشيل عنه وديعة فيحفظها لهم وبعدين ياخدوها. اللقطة، إن هو يلاقي فلوس في الشارع وبعد ما يلاقي فلوس في الشارع يرجعها لصحابه. اللقيط، إنه يلاقي عيل صغير ويحفظه ويربيه. والوكالة، إنه يتوكل على الناس يديلهم مهمته. يبقى عندنا 8 أبواب من أبواب الصدقات الإنسان بيعملها ويبتغي الأجر فيها من ربنا. أول نوع من أنواع الصدقات اللي هي الوقف. لماذا يستحب الوقف؟ لأن الوقف ده أفضل الصدقات. طب ما الدليل إن الوقف أفضل الصدقات؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. الشاهد أن عمر قال للرسول: دي أرضه عاوز أطلعها لله، إيه أحسن أوجه؟ قال له: أحسن أوجه الوقف. يبقى ما بقى أثره فهو صدقة جارية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. طيب كيف يوقف؟ إن يقوم المكلف الجائز التصرف وهو العاقل البالغ الرشيد زي عمر بن الخطاب كده، بتحديد موقوف منجز يعني دلوقت، ويحبس العين، يحبس الأرض نفسها، ويوهب النفع الذي يخرج منها، ويكون ده تقربا إلى الله تعالى. مثل أنه يوقف دار ويأجر، والإيجار بتاعها يطلع لمين؟ لله. ويحدد الموقوف له، دي تروح على البر، على المساجد، على المساكين. طيب متى تثبت؟ تثبت بمجرد القول، أول ما يقول ده وقف خلاص انت طلعت بره الملك بتاعه. متى يباع ويصرف ثمنه؟ إذا تعطلت منافع الوقف ولم يمكن الانتفاع به. طب كيف يقسم الوقف؟ الوقف يقسم على الذكور زي الإناث. لو قال الوقف ده للفقراء يبقى الذكر زي الأنثى. تاني نوع من أنواع الوقف اللي هو العمرة. قلنا العمرة دي القسم الأول فيها حكم فيه الشرع إن وقف خرج من ملكه، ولو مات صاحب العمرة وعقبه ترد لبيت المال. يبقى العمرة دي في أول قسم فيها إن ما ترجعلوش تاني، خلاص انتهت. طب إيه هو الصورة دي؟ إن يقول للفقير: الحديقة دي لك ولعقبك. لو قال الكلام ده خرجت بره ملكه خلاص، بقت وقف للراجل ده ويدخلها المواريث. القسم الثاني حكم عليها الشرع انها عارية، ترجع الى صاحبها وقت
ما ينتهي منها. يبقى العمرة قسمين، العمرة قسمين، قسم هيحكم الشرع ان وقف ويطلع برا ملكه ويفضل ملك الرجل اللي اعمر اياها، ولو الرجل ده مات ترجع لبيت مال المسلمين، وقسم تاني او ما الرجل ده يموت ترجع لمين؟ لصاحبها مرة تانية زي العارية. طب ايه الدليل على ان من قال هي لك ولعقبك اصبحت ملك للراجل ده ولورثته؟ عن جابر: انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك، فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به، انما كلمة انما دي هي القصر. يبقى عندي صيغتين الرسول قال عليهم: هي لك ولا عقبك، طلعت برا ملكه. طب قال له هي لك ما عشت، هترجع لصاحبها ايه تاني. وعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها، فانه من اعمر عمره فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه. وعن جابر قال: أيما رجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعمر عمره له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاه، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وعن جابر قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم توفى وتوفيت بعده، وتركت ولدا له إخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا. قال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابر فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لصاحبها، قضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر. فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. يعني ما رجعش تاني لأصحابه لأنها قالت إنها حيا وميتة. طب إيه الدليل إن لو قال هي لك ما عشت ترجع تاني؟ إن جابر قال: فإذا قال ما عشت فإنها ترجع لصاحبها. الصورة التانية في ان يقول هي عمرة ولا يحدد دي ولا يحدد دي، يبقى ترجع لصاحبها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. وعن جابر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة، فلو اطلقت بدون قيد ترجع لصاحبها مرة تانية. النوع الثالث الهبة. الهبة ديت ان واحد مكلف بيعطي بيحدد حاجة جائزة شرعا لشخص معين. واحد مكلف بعاقل بالغ رشيد بيدي واحد هدية، والشخص ده يكون محدد والتاني يقبلها. ما ينفعش تكون حاجة غير جائزة الانتفاع. ما ينفعش واحد يدي واحد حتة حشيش هدية، دي هبة باطلة. طب ليه بنهب ونعطي الهدايا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحبوا. وعن عائشة: كان النبي يقبل الهدية ويثيب عليها، وهي من أفضل الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله، أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب امرئ مسلم. طب ماذا يترتب على الهبة بالنسبة للواهب؟ بالنسبة للواهب تلزم الهبة إذا قبلها الموهوب. أنا بقول لك خد الألم ده هدية، أنت قلت قابلت بقيت بتاع الألم دوت، حتى لو أنت ما خدتوش في إيديك هي خلاص لزمتني وما ينفعش أرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. والتاني حاجة، الهبة اللي أنا وهبتها ده حرام أشتريها حتى لو من شخص تالت. إيه الدليل؟ عن عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه. يعني كان في راجل عاوز يحارب في سبيل الله ما عندوش حصان، فعمر بن الخطاب جاب له فرس قوي جدا وادهوله عشان يحارب في سبيل الله، وقال له: ده يا عم ده هدية لك. فالراجل معوش فلوس يأكله فأضاعه، بقى الفرس عمال يخس، وكان قليل المال فأراد أن يشتريه. عمر أراد أن يشتري الفرس ده لأنه عارف قيمته ويعرف يأكله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك: أنا عاوز أشتري الفرس اللي اديته له فلان هدية.
فقال لا تشتري وإن أعطيته بدرهم، حتى لو الحصان ده جالك ببلاش حرام تشتريه، فإن العائدي فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه. إلا واحد بس اللي ينفع يرجع في الهبة بتاعته اللي هو الأب. لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد الوالدة فيما يعطي لولد فيما يعطي ولده. لا يحل لرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالدة فيما يعطي ولده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. طب إمتى الهدية اللي أنا أديتها ترجع لي تاني؟ ما أنا مش أنا حرام أرجع فيها وحرام أشتريها. إمتى ترجع تاني؟ تجوز في حالة واحدة بس في المواريث، إن اللي أنت أديته هدية يموت وأنت تكون من ورثة وتاخدها منه. طيب هل يجوز الهبة معلقة؟ يجوز. نقول إذا نزل المطر عديك هدية. سبحانك اللهم ربنا حمدك استغفرك وتوب إليك.